اما هلا رسم ننتقل لمساحتنا الطبيه لليوم، نحكي فيها عن قلع الاسنان وتركيب الاسنان، فينا نقول كيف نركب البدله. في تقنيات حديثه اليوم دائما بالطب، دائما بنحاول نضوي عليها بجميع رحلاتنا الصباحيه، دائما في تطور بشكل دائم. اكيد اليوم ميزه هي الميزه، خلينا نقول انه هي بجلسه واحده اليوم الدكتور قادر انه يعملها طبعا، وهو قابل للازاله وقت اللي بحب المريض. هيك فهمنا من دكتورنا، اكيد هو يشرح لنا بشكل أوسع عنه. أكيد رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي في تجميل الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير سوريا، أهلا وسهلا. عم نحكي اليوم عن هذا التطور السريع، يعني إحنا ما عم لحق نتعود على شيء يكون طلع شيء ثاني، يعني بموضوع طب الأسنان والتجميل وهدول القصص. خلينا اليوم هيك نضوي أكثر على موضوعنا ونحكي اليوم شو المقصود بالأجهزة الفورية. هلا الأجهزة الفورية أو ما يقال باللغة الإنجليزية immediate dentures، اللي هي يعني بما معناه أنه تخالف التقليدي. شو الأجهزة التقليدية الكاملة اللي هي بنقول عنها طقم الأسنان، حبيتوا تسموها أو بدلة الأسنان، أو يعني في مصطلحات شعبية كتير، لكن نحن أكاديمية بنقول الجهاز الكامل. الجهاز الكامل التقليدي اللي هو بيكون الواحد قلع كل أسنانه، وبعدين بمراحل مختلفة الطبيب بركب له جهاز كامل تقليدي. هذا المراحل العادية، يعني بينتظر بعد القلع عدة أشهر ومن ثم تستقر الحالة وتصير عملية إجراء الطبعات وبناء الجهاز الكامل. نحن هلأ هون أمام حالة مختلفة تماما، سواء يعني إنسان قررنا أنه نقلع بعض الأسنان أو نقلع كامل الأسنان وركب جهاز كامل. هاي المراحل وقت بكون في أسنان ناخد طبعات بجهزة الطبيب، بياخد علاقة وكله قبل القلع وبجهز الجهاز، بينطبخ وبكون جاهز ليركبه بيتم المريض بجلسة واحدة. إمتى؟ بيقلع الأسنان، بخيط وبركب الجهاز. هذا بنسميه الجهاز الفوري، سواء كان جهاز كامل أو جهاز جزئي. شو معنى جهاز جزئي؟ يعني قلعنا مثل ما بنشوف الصورة، يمكن هلا في عنا إنه نحن في عنا حالة مثلا بعض الأسنان الأمامية اضطر المريض إنه للقلع، وحقيقة متى نلجأ لهذا كذا أسلوب من العمل؟ هذا اللي أسألك عنه، عم نشوف بعض الصور وعم نحكي عن تقنية حديثة يمكن بتوفر ضغط ووقت على المريض، بس إيمت بلجأ بهي الحالة، يعني لهي الحالة الاستخدام فينا نقول الفوري للبدلة إذا قلنا أو الجهاز الفوري، إيمت الحالات الاستثنائية؟ عم نشوف بعض الحالات شباب، حتى لما أقول أنه أنا لا هون بدي أقلع الأسنان وبدي ركب أنا بشكل فوري. هلا نحن بالكتب دائما بنقول انه وقت بكون في عنا مهن ذات مواصفات اجتماعيه تقدم للجمهور، مثل يعني مذيعات، مثل الفنانين، مثل المدرسين، مثل اساتذه الجامعات، الاطباء، ففي شريحه هن بحاجه لانه يكونوا باسنانهم الجميله امام المجتمع ويؤدوا وظائفهم، لانه لو مدرس او مذيع فهو حاله النطق عنده من الوظائف الاساسيه، وبالتالي هذا الموضوع يعوض فورا وما بيخلي في خلل لا تعطيل عن طويل عن العمل. فاذا الموضوع في حاجه ماسه لفئات ويمكن اجراء لكافه المرضى يلي هن بكون استطبابهم القلع الاسنان بشكل كامل. وهذا الكلام يعني يمكن بوفر علينا جهد كثير كبير وعبء نفسي كثير مهم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن مراحل اليوم وقت اللي بزورك المريض وبتقرر انه هو بحاجه لهذا الجهاز. المراحل بدايه في طبعه، ايمت بصير قلع الاسنان وايمت بيكون التركيب؟ هلا اول اجراء نحن بنسوي هو دغري بنحوله لطبيب الاشعه وبندرس شعاعيا كيف وضع الاسنان والعظم لحتى يكون في عنا بينه، لانه حقيقه اذا رحنا باتجاه الطبعات مباشره راح نتفاجئ البعض ممكن يكون عندهم أكياس أو آفات ضمن العظم وبالتالي بحاجة لعلاجات، يعني أحياناً تهيئة قبل ما ندخل بالعملية، وبالتالي هاي المواضيع كلها لازم تندرس بشكل شعاعي. إذن الموضوع بالنسبة لنا خلينا نقول إنه التشخيص هو البداية، المرحلة الأولى عند الطبيب بالعيادة،
وبعض المرضى بيستغربوا، انا بشوف انه وقت بصير في استهجان انه ليش صوره الاشعه بالبدايه، فدائما احنا في عبء حقيقه انه ما بيحبوا الاشعه، لكن هي حاله ضروريه جدا ولخدمه المريض ولخدمه الطبيب ولخطه العلاج انه تكون واضحه وسليمه وناخذ نتائج ايجابيه. اثنين، بنبلش بعد هالموضوع هذا ناخذ الطبعات بشكل دقيق لحتى يكون في عنا بالنتيجة عمل متقن، وهذا الكلام يعني يلي بقوم فيه هو الأطباء الاختصاصيين بالتعويضات، لأنه يعني في حال تحدي لتركيب الجهاز بشكل كتير كبير. نحن نعرف الجهاز التقليدي بيكون فيه مفاجآت أحياناً بيتفاجئوا فيها الأطباء بتركيب الجهاز إنه ينجح ولا لا، فوقت بيكون ما في تجربة سريرية يعني ما عنده فرصة الطبيب إنه يجرب هالجهاز بتم المريض ويعرف وين ممكن يعدل أو ما يعدل، لكن هلأ هون رايح ياخد طبعات، المخبري يبني على هالطبعات الجهاز الكامل ويطبخه ويعطيه جاهز ومعقم لحتى يقدر الموضوع الطبيب يقلع ويخيط ويركب الجهاز مباشرة. هلأ أنا بدي أقول موضوع أنه بعض المرضى بيدخلوا المشافي وبصير عملية القلع تحت التخدير العام. إيه؟ لأنه حسب الحالات اللي بتكون، حسب حساسية المريض وحسب قدرته الجسدية بالتحمل، فإذا الموضوع يعني بحاجة لعناية طبية مهمة، بحاجة أنه يكون عامل استشارات طبية مهمة، الطبيب الأسنان متحري شو في عنده أمراض عامة، لأنه نحن أمام يعني حالة تخدير راح تكون بجرعات عالية، خلينا نقول لأنه في أسنان كبيرة راح عدد كبير منها راح تكون مؤهلة للقلع، وبالتالي كمية المخدر راح تكون عالية، فنوعية التخدير يلي بده يستخدمه هذا كلها إجراءات مسبقة يجب أن تكون محضرة لدى طبيب الأسنان قبل إجراء هكذا عمل. فإذا الموضوع هو في ترتيبات مهمة جدا بتخدم صحة المريض، وبالتالي بتعطينا بعد كتير مهم بالعمل. الموضوع هذا يعني أنا بشوفه خدمة للمجتمع بشكل كتير كبير، المريض بيطلع بحالة صحية كتير مهمة لسبب أنه هو ما بمر بأزمة فقد الأسنان الدرد الكامل، وهي إلى مشاكلها الكبيرة سواء من ناحية عملية مضغ الطعام، صحيح، من ناحية اللفظ الأحرف، من ناحية الجمالية. يعني بعض الستات ما بتمر بقصة أنه تشعر بالشيخوخة تجاه الموضوع قلع الأسنان والحضور الاجتماعي والتفاعل مع المجتمع، وبيرغبوا يعني كتير وقت تنطرح الفكرة على مرضى عند مؤهلين أو مستطبين لهيك نوع من العلاج بكونوا راضين ومتفاعلين معنا بموضوع أنه بيقبلوا بهيك معالجة رغم التحدي اللي بيصير. صحيح. شو هو التحدي اللي يعني بيرافق هذا الموضوع؟ أول شيء لطبيب الأسنان أنه النتائج هو مانو لازم يكون عارفان بدقة شو عم يشتغل هو والمخبري اللي عم يشتغل معه، هدول العنصرين كتير مهمين بالعمل. النقطة الثانية أنه المريض رح يكون أمام حالة تحدي ما مرق فيها من قبل، هي الآلام. يعني في ليلة رح تكون بعد القلع ليلة غير مريحة، ولا يستطيع المريض أنه ينزع الجهاز من تمه. فإذا يعني نزع الجهاز من الفم فبصير في عنا وذمة، وبالتالي لن يعود الجهاز لوضعية الفم، يعني نحن بكون خسرنا العمل كلياته. إذا الموضوع في وعي من طبيب يدركوا وينقلوا للمريض أنه هذا النوع من العلاج بدنا نطول بالنا، بناخذ مسكنات طبعا، لكن إذا صار في إزعاجات لازم نتحملها لأنه هي عبارة عن كام ساعة وبعدين بتمضى، وبالتالي نحن بكون في عنا عمل تجميلي وعمل وظيفي مهم جدا. وحقيقة كل ما بتكون يعني عند الطبيب المواد اللي عم يستخدمها عالية الجودة إلى دقة عالية، الطبيب عنده مهارات بالتعويضات، وطبعا نحن ما بنشك يعني
عندنا كوادر مؤهله بشكل عالي، وانا الكلام اللي عم بحكيه هو كلام عادي بالنسبه لاطباء اخصائيي التعويضات بشكل مريح، وبيعرفوا هالكلام انه هو هن قادرين بشكل كتير يخدموا المرضى بالناحيه العلاجيه، وبالتالي يعني بالنسبه لمرضانا بتكون هي شيء جديد كتير وفي نوع من الجدي. فاذا الموضوع بالنسبه لنا يعني المرضى بده يكونوا واعين، ما يشيلوا الأجهزة على الإطلاق، يتحملوا هالنوع هالكام ساعة من المعاناة البسيطة. وطبعا الطبيب بده يكون أخذ كل إجراءاته بحيث أنه يخيط بشكل جيد لحتى ما يصير في نزف. هذا بدي أسألك عنه دكتور، يعني أعطيت ملاحظة كثير مهمة، قلت أنه بعض الإجراءات يعني هي مرحلة بيمر فيها عدة مراحل لنوصل للنتيجة النهائية المرغوبة اللي كل مريض بيطمح يوصل لها لأنه يحصل على أسنان جميلة ومثالية. قلت جهاز أثناء القلع هو بينحط لليلة واحدة، يجب الالتزام ببعض التعليمات. لما قلنا أنه ركبنا، في تعليمات دائما على الطبيب خلينا نوقف عندها، لانه هي بعض الخلل ممكن يصير ياثر على الجهاز وعلى النتيجه. بعض التعليمات اللي لازم يتقيد فيها اي مريض ولازم ما يكون فيها خلل، لانه راح تكون في لها اثار سلبيه على النتيجه النهائيه. هلا الشيء المهم بالاجهزه الفوريه هي انه الالتزام المريض بتعليمات الطبيب 100%، صحيح، وبالتالي عدم نزع الجهاز ليلا. ونحن دائما بنوصي وقت بنعطي الجهاز التقليدي لا بتشيله بالليل وبتحطه بماء وبتنظفه. هلا هون لا، مختلف التعليمات، يجب ابقاء الجهاز بهذه الايام الاولى بالفم. امتى الايام الاولى؟ طول ما في عندنا جرح وعندنا خيطان بفم المريض يجب ابقاء 24 ساعه الجهاز. طبعا مين بينزع الجهاز بالفترات الاولى؟ هو الطبيب. المريض ما بلق الجهاز نهائيا، فباليوم الثاني لازم يكون في موعد عند الطبيب بالعيادة بينزع الجهاز، بينظف الجهاز الطبيب وبيعمل تنظيف للحفرة الفموية عند المريض وبشيك وبشوف وبيفحص حالة الجروح لحتى تكون مستقرة وبتأكد منها وبيطمئن انه الطبيب المريض عم ياخذ الأدوية المعطاة له بانتظام، وثاني يوم وثالث يوم وهيك بضل عم يراجع المريض باستمرار. إذا النجاح بالموضوع هو انه مراجعة الطبيب اليومية لحتى يصير الوقت لإزالة الخيطان الجراحية والتئام الجروح. فإذا بين العشرة أيام للأسبوعين هدول الفترات الأولى بيكون ملتصق المريض مع الطبيب لحتى يطلع بنتائج كتير جيدة. الشيء المهم بالنسبة لنا أنه يعتني بعدها المريض بالتعليمات. شو هي التعليمات للمريض بعد ما شلنا الخيطان الجراحي من ثم المريض؟ هو أنه يستخدم المضامد باستمرار، بمعنى يعتني بالصحة الفموية ويعتني بتنظيف الجهاز الكامل. هي شرطين أساسيين، وبعدها في التتابع الدوري كل شهر بعدين كل 3 شهور بعدين 6 شهور، بس لازم خلال كل 6 شهور يكون في زيارة للطبيب. ليش؟ هذا السؤال كتير مهم بالنسبة لنا لحتى إذا حصل امتصاص عظمي بالارتفاع العظمي السنخي بعظم الفك، فهالامتصاص العظمي السنخي رايح يترك فراغ بين باطن الجهاز وبين النسج، وبالتالي بيعملنا مشاكل انه ما عاد يثبت الجهاز وما عاد يستقر ويسيء للنسج الموجودة تحته، وبالتالي نحن مضطرين انه نعمل اجراءات تبطين لهالجهاز، نحط مواد مبطنة. هالمواد المبطنة اكريلية بالعادي بتكون، لكن وقت اللي نحن بنستخدم ممكن نستخدم مواد سيليكونية بحالة الاجهزة الفورية. هلا ليش انا بقول ممكن؟ لانه ما كل الاطباء بروحوا باتجاه المواد المبطنه الطريه، مع انه هي ضروره كثير مهمه بحاله الاجهزه الفوريه. فاذا والمواد المبطنه انا بروح مولى الموضوع المواد المبطنه الاكريليه، لانه نحن في عندنا نوعين مواد مبطنه بتكون طبعا طريه اكريليه والى عمر كثير قصير، وفي مواد
مبطنة سيليكونية، وهي أنا اللي بستخدمها وبشوفها أنه يعني وبشجع دائما طلابنا وزملائنا لأنه يستخدموا هيك نوع من المبطنات اللي إلى وقت أطول وما إلى تأثيرات يعني جانبية. إن شاء الله دائما بالإيجابية حكيم بكل الإجراءات الطبية، ونتمنى الصحة والسلامة لكل حدا رافقنا بصباحنا، وشكرا حكيم لحضورك اليوم. شكرا لكم. شكرا لك، وكنا سعيدين بوجودك، يعني دائما نحن بنحاول نحصل على المعلومة الدقيقة والصحيحة، واليوم قدمت يمكن تفصيل كافي عن الحالة الصحية الطبية للأسنان. شكرا كثير لك. شكرا لكم.